فابيوس يدعو المجتمع الدولي قبل زيارة السعودية إلى اليقظة لضمان التزام إيران بالاتفاق النووي. الأمم المتحدة توقف الدعوات لمباحثات سوريا لحين الاتفاق على ممثلي المعارضة. النواب والوزراء السنة في العراق يقاطعون جلستي مجلس الوزراء والبرلمان بسبب العنف الطائفي. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يعلن أسماء وزراء الحكومة، ومن أبرز الوزراء المكلفين المهد البرغثي وزيرا للدفاع والعارف الخوجة وزيرا للداخلية. مؤلفون من 10 دول عربية يتنافسون على الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها التاسعة.